يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل البعض بأنه تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور استدلالا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن فيه ثلاثة قبور، فكيف الرد على ذلك؟ هذا سيرد عليه الشيخ رحمه الله في الكتاب اللي معكم، نفس الكتاب سيرد على هذه الفرية. وحاصل الرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته. لماذا دفن في بيته؟ محافظة عليه من الغلو، لأنه لو دفن في البقيع يتزاحم الناس عليه، فدفن في بيته حماية له، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فكان مدفونا في بيته، والبيت على حدة والمسجد على حدة. بعد ذلك أدخلت الحجرة في المسجد، تصرف خاطئ. والرسول لا يزال في بيته عليه الصلاة والسلام، غاية ما هو إن بيته أدخل في المسجد، ولا الرسول في بيته، ولا دفن أصلا في المسجد عليه الصلاة والسلام. كيف يدفن في المسجد وهو عند الموت يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هل الصحابة دفنوه في المسجد؟ حتى يحتج هذا القائل، الصحابة دفنوه في بيته، لأن أبا بكر روى لهم حديث لما اختلفوا أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، روى لهم حديثا عن الرسول أنه كل نبي يدفن حيث مات. فدفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه تحت فراشه عليه الصلاة والسلام، حماية له من الغلو. نعم.